والغربة المرتبطة بالزرع، والزرع إلا ما كانتش ترى ما تينوض. وتنتمنى الناس يرجعوا يغربلوا، راه الغربان راه شي حاجة، الغربان راه تيصفي. الطاهري أبو جيدة مولاي رشيد صانع تقليدي حرفي، هاد الحرفة هي صناعة تقليدية، صناعة الغربال والرافوز هي صناعة قديمة تقريبا. هاد السوق كله هو كان خاص بالرافوز والغربال، وغادي تينقص وغادي تصنع وتتنضاطر تتنقارض كاع. تقريبا الحانوت الوحيدة اللي كاين فيها الغربال دابا هي هادي، فيها عجباني ولقيت فيها راحتي وارتاح الأب ديالي الله يرحمه في هاد النهار، والخال تقريبا، وتا جدي كان تا هو صانع تقريبا، كان غرابلي تا جدي كاع تقريبا. وهي عبارة عن عود، فيها العود، العود تنجيبوه من 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 الدار البيضاء، تيجي هاكا داير. والرابوز تا هو العود ديالو تيجي من الدار البيضاء. مديرش هذاك العود؟ هذا عود ديال تايدا، وكاين الكوفراج حمر. هذا هو العود اللي كاين، تيجي داير حتى هما تيجيبوه قراطي وتيدوروه في الماكينه وتينشروه. بحال هذا الجو هذا ما تيليقش لهذا العود دروك، هذا الجو بارد والشتاء الله يجيبها على قد النفع الله يرحمنا. ما 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 تتكون الخدمه قليله عندهم، وحتى حنا ديريكت هما تولي عندنا قليله حتى حنا، والسواقات حنا دابا اصلا تنبيعو بالجمله. بالنسبة شحال من عام وانت في هذه الحرفة؟ أنا عندي تقريبا 40 سنة في هذه الحرفة، جيت لها تقريبا عندي 10 سنين. تقريبا 40 سنة عندي في هذه الحرفة تقريبا، هي ديال الخدمة. تنقراو تنجيو تتعلمنا، تنقراو في العطلة الكبيرة تنحاولوا نجيو، تنسجموا مع الصناع ومع المتعلمين هنا، وبشوي بشوي تتعلمنا. يعني في واحد اللحظة خرجنا من المدرسة الظروف صحية ولينا استقرينا في الصناعة. مراحل تيجي العود، تيجي عند داير دائري، تنجبدوه تنلصقو فيه حسب طلب العود ديال الكرياج، إما رقيق ولا غليظ ولا مويان على حسب الطلب. صافي تنركبو نقبضو العود، تنركبو الكرياج تنديرو ليه السميطة ولا العود على حسب الطلب تاني. ناس الصحراء تيبيعو ليه العود، وهنا الداخل راه بطبيعة الحال تنديرو ليه السميطة هادي. كاين الكلية اللي تيجي سيمانة سيمانة، وكاين الكلية اللي تيكون على حساب الشهر مثلا إلا كانت المنطقة بعيدة. هاد الحرفه هادي شنو علمتك يا ابني؟ علمتني الصبر، علمتني القناعه. بنادم تيقنع يقنع بالقليل تجيب الله الكثير، والمثل تيقول الصنع الى ما غنت تتستر وقيلة تزيد في العمر. طبيعه الحال مستورين الحمد لله. هاد البلاصه اللي فاتت هاد السوق شنو سميتو؟ سيدي اسحاق، سميتو سيدي اسحاق الرحبه القديمه. كانت الرحبة القديمة فيها الزرع، وتقريبا وما دام الزرع تيذكر إلا وراه عنده علاقة بالغربة. الا قلت لكم مولاي الطهيري هاد الحرفه هادي شنو تعلمتي منها في خلال هاد السنوات كلها اللي عاشرتيها؟ تقريبا هاد 40 سنه راه تبارك الله ماشي ساهله باش دوزها في واحد الصناعه. علمتني كي قلت لك الصبر والقناعه والستر، مستورين الحمد لله. هذا هو الفضل ديال هاد الصناعه، ويوميا تنترحموا على والدينا اللي علمونا هذه الصناعه هذه. نحن بعدا حتى حنا والدين ولادنا منا، والحمد لله هما اللي في والدينا، وباقى الوالده الله يخليها لنا ها، والوليدات حتى هما اللهم لك الحمد. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.